فن بلدي هالمرة سبيشل. اليوم فن بلدي سبيشل ومن عروس البحر حيفا مع فنانة صاحبة صوت عذب مميز وقريب من القلب، بيشبه حيفا وبحرها الساحر وجبالها اللي بتحبس الأنفاس. شو رأيكم نذكرها بأول إصدار لإلها بال2013 أغنية كل سنة من كلمات وألحان الفنان وسليم خشبون؟ إصداراتها متنوعة بين الرومانسي والطربي والجاز، والإشي الملفت سمعناها بتغني كفرز لأغاني معروفة بأسلوبها هي، مثل أغنية البنت العريض اللي غنتها لحسين الجسمي بطريقتها هي، طريقة الأكابيلا بدون موسيقى. تعالوا نسمع. حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بيك مريض. قناتها على اليوتيوب مليانة أغاني، واحدة من الأغاني كتير عجبتني وهي باللهجة المصرية عامل إيه معاها، من ألحان محمد سلامي وكلمات وتوزيع ثائر عبد الكريم، ميكس وماسترينج رامي عرفات. أغاني خاصة فيه، كفرز فيه، وكمان عروض فيه، ومن عرض حكايتي مع الزمان لتكريم المطربة والفنانة وردة الجزائرية غنت وحشتوني. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. شاركت في برنامج أرب آيدل وبقرار منها انسحبت. أعطيني أهرب منك. ساعدني انسى. صوتك وحلاوته ده على جنب، اختيارك اكتر من رائع. انا بديلك صوتي، انا حطيكي ثلاث اصوات. يس. بالسنة الاخيرة 2022 اصدرت عدد من الاغاني ومنها هيدا حبيبي، كلمات الياس جيريس والحان ميشيل الخوري. الاغنية وصلت لنص مليون مشاهدة على يوتيوب. وبعدها بكم شهر أغنية سنة ورا سنة اللي بنسمعها كمان براديو الناس كتير، من ألحان ريان برجي وكلمات جلبير أبي نصيف، واللي قربت للمليون. أنا بمشي حدك سنة ورا سنة، لو تمرق مين لو يمرق ألف ونبدو الدنيا ما بتفرق هيك. وبهي النغمات الحلوة ومن مطعم شترودل في حيفا حبيت نبلش أنا والفنانة نانسي حوا والدردشة مع كاسة شاي. مرحبا نانسي. مرحبا الياس ومرحبا لجميع مستمعي راديو الناس. الله يخليكي. طيب بالبداية هيك سمعناك بأغنيك الخاصة بتنوع بين الطربي والرومانسي والمودرن والجاز، كيف قلنا في البداية، وإذا هيك بدنا نرجع للأساسيات للبيسيكس، وين بتلاقي حالك، وين بتلاقي صوتك، وين بتصنفيه؟ بلاقي صوتي بكل أغنية فيها مشاعر، بكل أغنية هيك بتطلع بحس فيها وبقدر أطلعها بأسلوبي الخاص، فعشان هيك بتلاقيني بغني تقريبا يعني كل الأساليب الموسيقية، كمان بتلاقيني أغني طربي زي ما حكيت، كمان رومانسي، كمان مودرن، يعني طربي مختلط. فأنا يعني كأنه بسمع الأغنية كأغنية مش كأسلوب، وأنا بغنيها وبطلعها بأسلوبي. فصوتي هو الإشي اللي بيوحد ما بين كل هاي الأغاني اللي بختارها. هذا اللي سمعناه بالأكابيلا اللي عملتيه على البنت العريض. كان إشي ملفت طبعا. طيب يعني إذا قلت طلبت منك هيك تتقمصي شخصية فنية عاشت بسنوات الستينات سبعينات ثمانينات، تختاري أي فترة اللي بدك إياها، مين تختار من الفنانين من العالم العربي؟ انسألت صراحة هذا السؤال من قبل ودغري كان هيك دغري تخطر عبالي وردة الجزائرية. أنا حسيت وإسا نفس الشيء، يعني بعدني عند رأيي. بحس أغانيها كتير بتشبهني، الألحان والكلمات اللي كانت تختار كتير بيشبهوني وكتير بيناسبوا صوتي، وحبيت كمان إنه هي كمان نوعت باختياراتها، كانت كتير متنوعة اختيارات أغانيها، كانت من أساليب هيك متنوعة ومختلفة، فهيك حسيت
انه بحس انه هي يعني ممكن انا اكون هي بالفترة اللي كانت عايشة فيها. وقبل ما اطلب منك تغني اشي لوردة، بس دا اقول لك انه انا شفت كمان عرض اللي انت انتجتيه كمان حكايتي مع الزمان للفنانة وردة. صحيح. يعني بكلمتين شو تخبرين عن مشروعك الانتاج؟ يعني هذا مش بس انه انت بتغني فيه، انت انتجتيه. مزبوط، انتجته طبعا بالمشاركة وبالمساعدة من جمعية بيات، بوجه احلى تحية. وقتها كان العرض بقيادة المايسترو درويش درويش، عمل توزيعات كتير حلوة مع هيك نخبة بتجنن من الفنانين، فنانين بلادنا والموسيقيين والعازفين الرائعين. صحيح. كان إنتاج كتير ضخم وحلو، كان حضور كمان كتير كبير. بال 2016 إحنا عم نحكي عن قبل قديش، 6-7 سنين، وبس بتذكر الإشي كأنه ساير مبارح. وإسا هيك يعني أنت رجعت ذكرتني بقديش انبسطت بهذا العرض، لأنه اخترت بالذات الأغاني اللي أنا عن جد كتير بحبها وقريبة من قلبي لوردة. وهيك شجعتني بلكي أنه أعيده. هاتي نختار هيك مقطع من وردة بتحبي تغني كتير. يلا. وعملت ايه فينا السنين، عملت ايه فرقتنا، لا غيرتنا، لا ولا دوبت فينا الحنين السنين. الله الله، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب نانسي، كان لك تعاونات كتير كمان مع ملحنين وشعراء من العالم العربي، وكمان مع فنانين بلادنا كمان شعراء وملحنين. مزبوط. يعني بدناش نقيم، بس إذا بدنا نقول وين بتشوفي حالك أكتر، وين شفتي حالك أكتر بالنسبة للألحان والكلمات؟ أنا بالذات الناس اللي تعاملت معاها، يعني بدي أذكر كمان أسماء لأنه بيستاهلوا. تعال نقول إذا عم نحكي عن كلام، فتميم أبو دقوش كتب لي أكم من أغنية، مثلا تتهني يا روحي وصلت الملايين، يعني وكلماتها هالقد كانوا مؤثرات، أنا حتى من قبل ما أسمع اللحن عشقت الكلمات. فبحس إنه إحنا عنا طاقات، يعني بديش أقول بتنافس، بس إنه يعني بنفس المستوى اللي بالعالم العربي الموجود بالعالم العربي وكمان هقوى. لما دي أجي أختار أغنية بختارش مثلا إن أغنية مثلا عشان تعال نقول كلمات يعني لبنانية أو مثلا، لا بختارها لأني حبيت الكلام، وأنا حبيت كل عمل انتجته حبيت كلامه، يعني بغض النظر وين انعمل. انا لفتني انه انت كمان نوعتي باللهجات، يعني انت كمان غنيتي كل سنه مثلا من 2013 غنيتيها بلهجتنا هيك بتشبهنا، غنيتي بالمصري في ارجع حبيبي وينك، انا هي كمان كتبتها كمان بلهجتنا، في اغنيه بعرف بلهجتنا، بس بتحس انه فيها كمان شوي طابع لبناني، اصلا هي كلها هاي اللهجه البيضه بسموها اللهجه البيضه. هيك قديش بتحسي انت سفيره لفنا بالعالم العربي؟ هل بتحسي هذا مسؤولية ولا هذا طبيعي وهذا الإشي المفهوم، يعني المفروض الفنان الفلسطيني اللي يروح يمرقه للفن العربي بالعالم العربي؟ طلع أنا بحس حالي سفيرة نفسي وسفيرة الناس اللي بسمعوني، مش مهم وين كانوا، أنا مسؤوليتي أني أقدم أحلى ما عندي وبجودة عالية اللي بتليق بالمستمع، بتليق فيه وبالمستمع وبكل الفنانين والمبدعين اللي أنا بتعاون معهم بأعمالي. وبالنهاية إذا على الطريق أنا قدرت أوصل تعال نقول أسم بلدي لبرا، فهذا كتير إشي بيشرفني وكتير بكون فخورة بنفسي إني عملت هذا الإنجاز. كتير حلو. طيب هيك إذا بنرجع شوي بالزمن، نانسي عمرها 6 سنين وبحفلة عيد الأم على مسرح مدرسة رهبات الناصري، والأغنية لريمي بندلي يا ريت بقدر. شو بذكرك هذا؟ يما عم بدمع، لأنه أنا هاي اللحظة مع أنه بتذكرش كتير شغلات هيك من طفولتي يعني بالتفاصيل المملة، بس هاي اللحظة بتذكرها لليوم، بتذكر شو كنت حاسي، بتذكر شو كنت لابسي، وبتذكر شو كنت شايفة قدامي، وكل إشي بتذكر كل التفاصيل. فكتير كانت لحظة مؤثرة، لأنه كانت أول مرة بطلع فيها على المسرح بغني لعيد الأم، وكل الإميات هيك قدامي أعداد،
وعم بيبكوا هن كمان. شكلن كانوا متأثرات من اللي عم بسمعوه. متذكري هيك لحنا للأغنية؟ طبعا. ولليوم كمان بغنيها ب فكي حركي مشروعي مع الأطفال بغني لنياتهم. كتير حلو. أغنية يا ريت لريمي بندلي. هات تسمعي كمقطع صيوب. يا ريت يا ريت يا ريت بقدر عالسماء اطلع وهيك بدون ما حدا يقشع اسرق الشمس والقمر وخبيهن بعبي حد قلبي وزدتن بحرج امي لا 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 تري لا لا. حلو كتير. شكرا. حلو. يعني أنا كمان ذكرتين شوي بطفولتي يعني بهاي الأغنية. هي ريمي بندلي أصلا زي ما تقولي ظاهرة بينت في الثمانينات إحنا وعينا عليها كمان بعدين ويعني بتذكر كل واحد بطفولته بتخيل. صح مزبوط صح. طيب نانسي بالسيارة ويجع بالها تغني أغنية مستحيل تغنيها قدام جمهور شو بتختار تغني؟ فش عندي أغنية مستحيل أغنيها قدام جمهور. يعني كل أغنية أنا جانر يعني مش شرط أغنية معينة ممكن تقولي فئة معينة. في مثلا أنا أغاني بغنيها بالإنجليزي بيني وبين حالي هدول اللي بدن هيك نعرة صوت اللي مثلا لكريستينا أجيليرا وهيك. بس إنه مش مستحيل أغنيهن قدام الجمهور بس بصحش إني أغنيهن قدام الجمهور فبغنيهن هيك وأنا بالسيارة. حلو. وبتفنن وبطلع وبنزل بالطبقات. طيب. إذا قلنا هيك يعني أنا شفت الله يحميلك إياهن في سوزو عندك وندى. مزبوط. الله يحميهن. تسلام. قديش بتشوف عندن هيك ميول للموسيقى للفن؟ زوزو مثلا بحس عنده ميول أكتر لشغلات تانية مثل الرياضة يعني هو كتير ولد رياضي. ندى بحس إنه أفكر إني اكتشفتها من جيل كتير صغير عمره سنة ونص بس من جيل سنة بلشت أحس إنه صوتها حلو عنده صوت حلو. كيف اكتشفت بدك تقولي من جيل هالقد صغير؟ لما أغني أو لما تسمع هي غناي فبترجع بتعيد على نفس اللحن بنغمات صح. حلو. وكتير مرات بكون عم بتمرن بالبيت مثلا عم بعزف على الأورج فكمان برضو بتجرب تعيد نفس النغمات اللي أنا عم بعزفن فبتخيل إن ممكن يطلع معها إشي هيك تعنقول موهبة نكتشفها بالمستقبل. يعني عندها أذن موسيقية. عندها أذن موسيقية. طب هيك أنت بسألك سؤال بما أنه أنت كمان فتي على مجال صناعة الموسيقى اللي هو مش بس ممكن حتى مش بس تلحين هو كمان صناعة اللي هي بين التوزيع والتسجيل وبشوف انه انت كمان فعالي حتى في اليوتيوب بتنزلي كتير كفرز مثلا بترجع تعيدي حتى التوزيع بتغني طبعا بطريقتك يعني كل هاي الأغاني اللي بنسمعها. هذا المجال بيستهويكي؟ هذا الاشي بيضيف لك انت كفنانة كمان بتغني في على مسرح؟ طبعا اكيد. يعني بالنهاية الفنان شو ايش هدفه ايش حلمه لشو بيطمح غير انه يغني على المسرح؟ حلمه كمان انه ينتج يكون عنده انتاجات خاصة. وبتخيل من دون هاي الانتاجات الخاصة فيش استمرارية للفنان. يعني اوكي طلعت على المسرح غنيت روحت باي باي بس لما انت بتنتج فهذا الاشي بضله معك وبضله للأبد وبضل موجود على المنصات وبكل محل. طيب بتعطيكي 15 ثانية يلا نعمل فيها ستوري اللي انت تغني فيها مقطع من أغنية خاصة لإلك طبعا وننشرها في ستوري عندنا في راديو الناس وبدردشة أغنية. يلا 15 ثانية صعب بس يلا نجرب. ضحكتي إلك إدمان من دوني بشعل أيام صدقني ما فيك تنام غير ما تغفى عيني بعرف أنا بعرف. طيب خلينا نقول هيك كان عندك إنتاجات حلوة بال2022 2023 شو في عندك جديد؟
2023 برضو مكملة مع الانتاجات بين ما بين الكوفرز ما بين الأغاني الخاصة على الأكيد يعني مش بالأشهر بالشهر القريب رح تسمعوا إصدار جديد أغنية جديدة بتخص هي أغنية رومانسية بس انعملت لعروس حابة تهديها لعريسها وللعائلة يعني تعي نقول تكملي لشو بلشت مع تتهني يا روحي بس اشي هيك كمان جديد وحلو وكمان اغاني خاصة وعروض موسيقية حلو واحنا بالانتظار طبعا. طيب نانسي هيك بهيك دردشة حلوة وكاسة شاي دافي حبيت هيك اول شيء اشكرك انك اعطتيني من وقتك الله يسعدك والفنك الحلو وحبيت اول شيء اشكر كمان شترودل على استضافته لنا واطلب منك هيك بنهاية اللقاء هيك دندنة حلوة لكل الناس. طيب اولا انا بحب اشكرك على وقتك وعلى استضافتي بهالبرنامج الحلو وطبعا اكيد شكر كبير لمطعم شترودل اغنيه بهديها لراديو الناس. بحب اختتم باغنيه سنه ورا سنه انا بمشي حدك سنه ورا سنه لو تمرق مي لو يمرق الف ونبدل دني ما بتفرق هي لو قلبي لدى مره جرق قالك لا بكبه ببحره لا يغرق وبخلي قلبك ينبط فيه. الله عليك شكرا كثير كثير نانسي شكرا. علم الناس بتسأل شو بعمل لو بكرة وعيت وما لقيت بحبك ضو بضحك وبقول هيدر في قدرو شمسو فيها الضو ما بتعرف الغرور أنا بمشي حدك سنة ورا سنة لو تمرق مي لو يمرق ألف ونبدل دني ما بتفرق هي لو قلبي لدى مرة جرق قالك لا كبه ببحره لا يغرق وبخلي قلبك ينبط فيه أنا بمشي حدك سنة ورا سنة لو تمرق مي لو يمرق ألف ونبدل دني ما بتفرق هي لو قلبي لدى مرة جرق قالك لا بحر ولا يغرق وبخلي قلبك ينبض فيه تودي في نزول نزول شوفك حدي هيك بلمسة ايد ترجع من جديد وفي تزيد انا بمشي حدك سنة ورا سنة لو تمرق